السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا شباب، في حلقة اليوم إن شاء الله سنقدم لكم طريقة بسيطة لضبط صحن الدش لاستقبال أي قمر صناعي ترغب به باستخدام هاتفك فقط وبدون أي معدات. بالنسبة للذين يرغبون باستخدام جهاز ساتلايت فايندر، فسأضع لكم في الوصف أسفل الفيديو رابط لحلقة خاصة بمراجعة هذا الجهاز وكيفية عمله، وأيضا سأضع لكم رابط آخر لحلقة خاصة بكيفية ضبط صحن الدش لاستقبال القنوات الفضائية باستخدام هاتفين فقط. بالنسبة لحلقة اليوم سنتوجه إلى السطح ونقدم شرح بشكل مباشر على صحن الدش. إذن قبل ذلك، المرجو دعمنا من خلال الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ووضع تعليق مشجع من أجل الاستمرار في تقديم المزيد من الحلقات التقنية على قناة تقنيات للمعلومات. إذن نبدأ على بركة الله. إذن كما تلاحظون الإخوان الكرام، بالنسبة للذين يرغبون بتثبيت صحن الدش، فيمكنك تجميع الصحن ثم تقوم بتركيب هذا الحامل كما تلاحظ. بعد ذلك تقوم بتوجيه طبق الدش إلى الاتجاه الذي ترغب به. مثلا أنا لا أعرف أين هو اتجاه النيسات، ولهذا سأستخدم هذا التطبيق من أجل معرفة اتجاه النيسات وبالتالي توجيه الطبق إلى هذا القمر. إذن كيف ذلك؟ سنقوم ب استخدام هذا التطبيق. إذن بعد تشغيل تطبيق ساتلايت فايندر برو، ستظهر لك واجهته بهذا الشكل. من خلالها اختر هذا الخيار ساتلايت فايندر، بعد ذلك اضغط على سيلكت ساتلايت من هنا، ثم من خلال هذه القائمة ابحث عن القمر الذي تود أن تقوم بضبطه. مثلا نرغب باتجاه نايلسات، إذن سنقوم بالنزول للأسفل من خلال هذه القائمة وهي مرتبة حسب الحروف الأبجدية. إذن نختار نايلسات، بعد ذلك ستظهر لنا هذا الخيار. بعد ذلك تقوم بعمل حركة لهاتفك على شكل لا نهاية بهذا الشكل هكذا. إذن ما عليك سوى أن تقوم بتفعيل الجي بي اس، بعد ذلك ستظهر لك هذه الدائرة وهي مدرجة بزوايا من 0 حتى 360 درجة كما يظهر لك هنا. هذا رمز خاص بالصحن وهذا هو رأس الصحن. يعني هنا ستقوم بتوجيه هذا المحور على الدرع الخاص بصحن الدش. كما تلاحظ هنا يظهر لك اتجاه القمر، قمر نيلسات من هنا. إذن سنقوم بوضع الهاتف بهذا الشكل. تقريبا 9 درجات. إذن سنقوم بتحريك الصحن قليلا إلى أن نقوم بضبط هذا القمر على 0 درجة. وسيظهر لك اهتزاز على الهاتف. بيرفكت. إذن كما لاحظتم معنا تم ضبط الصحن بهذه الطريقة. فكما تلاحظ من خلال هذه الدائرة تقوم بضبط هذا المحور على القمر الذي اخترته. مثلا اخترت ميليسات، ستقوم بضبط هذا القمر على الصحن بهذه الطريقة حتى يعطي لك بيرفكت على 0 درجة. إذن مثلا إذا اخترت اتجاه بدر، ستقوم بالضغط على بدر بهذا الشكل، ثم تقوم بالبحث عن اتجاه القمر بهذه الطريقة. يعني تقوم بوضع الهاتف على الصحن بشكل عمودي وبشكل متوازي مع حامل الرأس. بعد ذلك تقوم بتدوير الصحن قليلا بهذا الشكل. إذن سيقوم بتدوير الصحن وحده بهذا الشكل إلى أن يتم ضبط هذا المحور مع القمر الاصطناعي. إذن كما تلاحظ قليلا ثم قليلا صفر، نبحث عن 0 درجة. إذن بيرفكت، بهذه الطريقة تم ضبط قمر بدر. إذن أخي يمكنك ضبط عدة أقمار بهذه الطريقة دون استخدام أي معدات في حالة إذا لم تكن تتوفر على جهاز الساتلايت فايندر. إذن بهذه الطريقة نكون قد قدمنا لكم شرح بسيط لكيفية ضبط الأقمار الاصطناعية باستخدام هاتفك فقط.
إذا أعجبتك هذه الحلقة فلا تنسى دعمنا من خلال الإعجاب بالفيديو، مشاركته مع أصدقائك، والاشتراك بالقناة إذا كانت هذه أول مرة تشاهد في قناة تقنيات. دمتم في أمان الله.